مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في جوله جديده لبرنامج ماشيت الصحافه، ويسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه الدكتوره استقلال العزمي، استاذه العلوم السياسيه في الجامعه الخليجيه بمملكه البحرين. ارحب بك معنا دكتوره استقلال. يا اهلا ومرحبا. اهلا بك. ايضا مشاهدينا، ينضم الينا في وقت لاحق مراسل تلفزيون دوله الكويت من العراق عاصم الحمداني. اما الان مشاهدينا، نبقى مع ابرز العناوين المحليه بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا من الصحافة المحلية من صحيفة النهار، وهذا الخبر حيث تناول التسلم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه التقرير نصف السنوي الثاني لأعمال هيئة مكافحة الفساد، وذلك خلال استقبال سموه في قصر بيان أمس رئيس الهيئة المستشار عبد الرحمن النماش. أيضا في هذا السياق، صحيفة الشاهد أيضا تطرقت إلى تسلم القيادة السياسية لتقرير هيئة مكافحة الفساد تحت هذا العنوان: سمو ولي العهد تلقى تقريرا حول أعمالي وأنشطة نزهة. دكتورة استقلال، فيما يتعلق يعني بمتابعة القيادة السياسية في تقارير هيئة مكافحة الفساد، كيف تعلقين على ذلك؟ بالعكس، إذا تم توجيهها إلى أعلى السلطة في البلد وهي القيادة السياسية، هذا يدل على أن هناك إرادة سياسية بالنهوض في البلد وتنمية البلد، لأن إلغاء الفساد ومكافحة الفساد، إحنا ما نقدر نقول إن خلاص ما في فساد، هي المسمى ما هو مكافحة الفساد. فالكويت كما نعرف أنها وقعت على اتفاقية 2006، واتفاقية في 2016 مرسوم رقم 2، في هناك الجهود للحماية من الفساد. لذلك عندما نرى أن هناك مجتمعات أخرى تتحدث عن الفساد وأن الفساد استشرى في البلد، فلما يقدم هذا التقرير إلى أعلى سلطة في البلد، إذن هناك الوقوف أمام هذه الإرادة السياسية. إذن هناك إرادة سياسية في الحفاظ على البلد، في إيقاف هذا الفساد، في إيقاف أيضا أي تحكم الآخرين، بحيث أن إذا لم تجد أن هناك السلطة في النظام أو قائد الدولة أو ولي العهد الدولة، مثل ما رأينا الشيخ نواف الأحمد وهو يتسلم هذا التقرير، هذا بالعكس جانب إيجابي وجانب جدا مهم للدولة، لنهضة الدولة وتنميتها. لذلك إحنا لما نشوف مكافحة الفساد، هي تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن أن هناك رغبة سامية من سمو صاحب السمو، أيضا من القيادة السياسية متمثلة فيه، أيضا رئيس مجلس الوزراء، أيضا في الوزراء جميعا، أيضا من أعضاء هؤلاء الهيئة، يعني الأخوان المشاركين في الهيئة، أيضا نجد أن لهم حملة قوية، وهناك بعض التقارير صادرت مؤخرا أن هذه الهيئة ساهمت في أن ظهور أسماء ومدراء وكلاء أيا كان. إذا وصلنا إلى نقطة جدا مهمة في الكويت، والحمد لله أنها يعني نقول بادرة حلوة، أن صار شيء جديد اللي هو مثل الذمة المالية. والذمة المالية لأي مسؤول يدخل في أي وظيفة حكومية أو أي وظيفة، أن هناك يكون له ذمة مالية له ولأسرته. فهذا جانب إيجابي. لماذا؟ لأنك أنت تحاول الحد من الفساد، ولكن أنك توقف الفساد هو صعب جدا. ولكن عندما نشاهد قائد الدولة وهو الذي يتسلم هذا التقرير، إذن هناك عدم إفلات من العقاب. نعم. في خبر آخر نقرأه من صحيفة الأنباء، وهذا العنوان: التمهيدي الأعلى للبترول ناقش الأمر وإجراء تعديلات على مصفات الزور. وأردفت الأنباء ذلك بعنوانها الرئيسي: البترول زيت الوقود للكهرباء بالأسعار العالمية. صحيفة الجريدة نقلت عن وزير النفط والكهرباء والماء هذا المانشيت: الوزير الرشيدي إنجاز نفط الكويت يسهم بتلبية احتياجاتنا من الغاز ويمنحنا أسواقا جديدة. ننتقل إلى صحيفة السياسة، وهذا العنوان: وزيرة الشؤون قرارات جديدة لمعالجة خلل التركيبة السكانية. وأضافت السياسة أن إعادة هيكلة الدرة وتوقيع اتفاقيات العمالة المنزلية خلال شهرين. دكتور استقلال، فيما يتعلق بالخلل في التركيبة السكانية، أين يكمن الخلل وأيضا طرق العلاج من وجهة نظرك؟ العلاج ليس وليد اللحظة. قبل 4 سنوات تناقص الخطر في الكويت أن عدد المواطنين يقل وعدد الوافدين في ازدياد. لذلك أصبح هناك اجتماع، أصبحت هناك بعض اللجان، شكلت بعض اللجان لهذه الأمور. بالعكس، أنا أجد أن هناك إجراءات وفي القوانين وإيقاف هذا التدفق الكبير من البطالة، بحيث أنك أنت عندك بطالة وعندك مشاكل، وعندك مثلا مشاكل مرورية، عندك بعض القضايا مثل الجرائم،
الجرائم وازدياد عدد الجرائم. إذا عمالها هامشية. عمالها هامشية. إذا كيف أنت إذا يجب أن تقنن هذه العملية. الكويت لا تستطيع يعني يجيك أحد يقول لك اطردوا الوافدين. لا يجوز هذا الكلام. لكن في أمور الواحد يعي لها. نحن نحتاج الوافدين لأنهم أسناد في تنمية البلد وفي ازدهار البلد. إذا لا تأتي وتقول خلاص هذا الوافدين لا هناك بعض العمالة الهامشية. وأيضا لا ننسى أستاذة علا هناك تجار الإقامات. وأنا أقول الله يعين الوزيرة في محاولة مكافحتها لهؤلاء لأن هذول مستشري فسادهم في البلد للأسف. يعني تجد عمالة لا داعي لها ولكن تجدها في البلد. فأيضا نلاحظ أن هناك اتزان في العملية الإسكانية بحيث أن شلون لازم توازن عدد السكان. دائما عادة أن الدول مواطنينها أعلى نسبة من الوافدين. نعم. لكن في الكويت هناك يعني أمر مستغرب أن الوافدين أكثر نسبة من المواطنين. ممكن نقول أن بعد 2011 الجميع حاول أن يدخل إلى الكويت. ليش؟ لأن النظام في الكويت السياسي مستقر، الأوضاع الاقتصادية، ما في ضرائب في الكويت، فأصبحت الكويت بلد مطمع للآخرين. بالعكس هذا شيء جميل وهذه السوفت باور للدولة، هو القوة الناعمة للدولة. ولكن الازدياد الغير طبيعي يتطلب مثل هذه الاجتماعات وهذه اللجان. ونحن نشد على ايد الوزيره وايضا رئيس الوزراء في ايقاف هذا التدفق. وهذا دكتوره ما تحدثت به الوزيره الصبيح بالامس، قالت هناك مؤشرات ايجابيه لانخفاض عدد العماله الوافده وايضا استخدام العماله المؤهله والمدربه. في خبر اخر من صحيفه الصباح، نشرت اعلان وزير التربيه وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ان هناك 4 كليات في جامعه صباح السالم الجديدة سيتم تشغيلها في بداية العام الدراسي 2019-2020، موضحا أن هذه الكليات هي المستهدفة راهنا، وهي كلية العلوم الإدارية وكلية التربية وكلية الآداب وكلية العلوم الحياتية. في صحيفة الوسط أوردت إشادة نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي الذي يزور البلاد بالمساعدات الكويتية لبلاده، مؤكدا أنها لامست المواطنين اليمنيين كافة للتخفيف من معاناتهم في مختلف المحافظات اليمنية. أيضا كتبت صحيفة الكويتية أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ثمن أثناء لقائه أمس سفير الكويت لدى العراق سالم الزمانان دور الكويت الداعم لبلاده. أيضا أوردت صحيفة القبس إنجازا طبيا جديدا، فقد ذكرت أن جامعة مستشفى إيراسم في العاصمة البلجيكية بروكسل منحت الجراح الكويتي الدكتور حسين الحربي شهادة في تخصص جراحة مناظير ومفصل الورك ليكون أول جراح كويتي يحصل عليها. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. ننتقل وإياكم الآن مشاهدينا إلى أربيل، ومنها ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت عاصم الحمداني. أرحب بك معنا عاصم. مرحبا بكم. ما الجديد لديك عاصم حول الصحافة العراقية لهذا اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تناولت الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في العاصمة العراقية بغداد الجانب السياسي كعنوانا بارزا لأعدادها التي صدرت، حيث أوردت صحيفة الصباح مجلس الوزراء يمنح التعليم صلاحية تعيين الطلبة الأوائل والعباد يدعو لتسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية. والحلبوسي من البصرة، الحلبوسي من البصرة يكشف عن موازنة خاصة للمحافظة، وموازنة عام 2019 تعتمد المبلغ 55 إلى 60 دولار للبرميل الواحد. أما صحيفة المدى فقد أوردت أنها تكشف كواليس اجتماع النجف بين في اليومين الماضيين، الصدر ونجل السيستاني يتفقان على ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة. والحلبوسي من البصرة يجب نقل الصلاحيات إلى المحافظات، والعباد يدعو لتحقيق بأسباب تصوير النواب أوراق اقتراعهم، وداعش ينشئ محاكم وزنزانات اعتقال ومعسكرات تدريب في مكحول. هذا ما أوردته صحيفة المدى. أما صحيفة المشرق فقد أوردت عنوانا أوراق أول مرشح لرئاسة الجمهورية تصل إلى البرلمان، وأقصى موعد لانتخابه هو 2 من الشهر المقبل، وستة مرشحين يتنافسون على منصب رئاسة الحكومة. أما صحيفة الزوراء فقد
أوردت خبرا وصف ترشيح رئيس الوزراء بأنه ليس نهاية العالم. العبادي يعلن اتخاذ قرار يعالج وضع السيارات المهربة المحتجزة ويعلق على بناء الأراضي الزراعية. هذه أبرز العناوين التي تناولتها الصحف العراقية الصادرة لهذا اليوم. نعم عاصم، في خضم الصراع بين القوى الفائزة في الانتخابات، من المتوقع للفوز برئيس مجلس الوزراء وحتى رئيس الجمهورية من وجهة نظرك؟ طبعا وفقا للدستور العراقي، فان اولى خطوات تشكيل بناء الهيكل السياسي العراقي هو انتخاب رئيس البرلمان الذي تم قبل ايام. رئيس البرلمان سيقوم بتسميه رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه طبعا بعد الترشيح والتصويت عليه، ورئيس الجمهوريه يولي مهمه تشكيل الحكومه الى رئيس الوزراء بعد التوافق عليه ايضا. هنا لابد من الاشاره الى ان الرئيس منصب رئيس الجمهورية هو مناط بالأكراد، حيث أن الحزب الديمقراطي والحزب الاتحاد الوطني الكردستانيين رشحوا عددا من الأسماء، منها فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي، وهشير زيباري وزير الخارجية، وفؤاد حسين رئيس الديوان، وروزن الرشاويس. هذا ما يخص الحزب الديمقراطي. أما الاتحاد الوطني فقد تم ترشيح ملا باختيار وفؤاد معصوم الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية الحالي، ولطيف مصطفى. ما يخص ترشيح منصب رئيس الوزراء، فهناك توافقات على ترشيح 6 أسماء لغاية اللحظة. تحالف سائرون تقدم رشح الأسماء، هي عادل عبد المهدي وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الوهاب الساعدي وهو ضابط كبير في جهاز مكافحة الإرهاب. أما كتلة البناء فقد رشحت عادل عبد المهدي وفالح الفياض وعلي شكري. وهنا تجد الإشارة إلى أن تداول اسم عادل عبد المهدي هو السائد، وربما يكون هو الأوفر حظا، لكن بعد اتخاذ الخطوات الدستورية والقانونية من قبل البرلمان العراقي ورئيس الجمهورية بعد انتخابه. نعم عاصم الحمداني مراسل تلفزيون دولة الكويت، كنت معنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا نستكمل ما تبقى من الصحف العربية والعالمية بعد هذا الفاصل. من صحيفة الجارديان التي تهتم بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعنون الصين ترد الولايات المتحدة بفرض 60 مليار دولار من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين، التي تفرض رسوما جمركية على واردات إضافية بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة، ردا على 200 مليار دولار من التعريفات الجمركية الجديدة التي أعلنها دونالد ترامب. تعلق الجارديان: وتمثل التحركات الأخيرة خطوة جديدة نحو حرب تجارية واسعة النطاق بين أكبر اقتصادين في العالم، ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التصعيد لأن ترامب يواجه مستويات منخفضة من التأييد قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، في حين أن الصين لن ترغب في التراجع، تكتب الصحيفة. دكتورة، يعني فرض 60 مليار دولار مقابل 200 مليار دولار كانت قد فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي من وجهة نظرك؟ طبعا احنا نشهد حرب باردة أخرى، وهي حرب التجارية، والحرب التجارية ما بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا في صدد الميدتيرم إلكشن، الانتخابات المنتصفية، فأنا أتوقع أن ترامب في هذا الاستعراض هو ينوي أن يعزز موقفه أكثر. فنحن نعرف ما درسنا أكثر من مرة وتحدثنا في أكثر من لقاء أن ترامب هو رجل اقتصادي، لذلك ينظر إلى الاقتصاد. فعندما وجد نفسه في مع الصين والصادرات الصينية والواردات أيضا من الصين، وجد أن هناك إشكالية كبيرة ووضع عليها 25% على السلع ذاتها. لذلك قامت الصين وعملت في ذات المثل، وأيضا حطت ضرائب نفس ما وضع ترامب، 25% 25% 34 مليار 34 مليار. إذن الصين تجد نفسها أمام صراع، ولكن صراع ليس واضحا، ولكن هو صراع اقتصادي، صراع مالي يهدد الصين، يهدد اقتصاد الصين. ولكن أنا أتوقع أن الولايات المتحدة مع وجود عقلية ترامب، فأتوقع بالعكس أنه هو سيكون هو صاحب هذه المرحلة. الصين لن تستطيع تجاري الولايات المتحدة، لأن نعرف أسس الولايات المتحدة وتكاملها الاقتصادي وعلى جميع وعلى النظام شامل. لأن الاقتصاد مثل ما نعرف أستاذ علاء أنه هو عصا الرجل السياسي، فإذا توافقت السياسة والاقتصاد أتوقع أن هناك نجاح. الصين أتوقع أنها قوة اقتصادية، ولكن أرى بمنظوري أنها لن تستطيع أن تواكب مع الولايات المتحدة، وأتوقع أن ترامب هو ينجح في المرحلة الأخرى.
نعم. في خبر آخر من صحيفة نيوزويك، أفادت تقارير أن غالبية مؤيدي الرئيس دونالد ترامب كانوا يعتقدون أن الديمقراطيين لا يشكلون أي تهديد للسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات النصفية في الخريف المقبل، وفقا لاستطلاع أجري في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر. وقال 57% مما شملهم الاستطلاع الذين أطلقوا على أنفسهم أنصارا قويين لترامب أن الديمقراطيين لا يمكنهم استعادة السيطرة على مجلس النواب، مقارنة مع 37% مما قالوا إنهم يملكون طلقة واحدة، في حين أجاب 71% من الذين شملهم الاستطلاع بأنه من المحتمل إلى حد ما أو من المرجح للغاية أن يتفوق الديمقراطيون على مجلس النواب للمرة الأولى منذ أن فقدوا سيطرتهم في انتخابات منتصف العام 2010. ذكر 25% أن حزب المعارضة لن يفوز في مجلس النواب. فيما يتعلق بموضوع الانتخابات النصفية وفرص فوز الديمقراطيين، كما تعلمين بالأمس يعني انضم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وعاد مرة أخرى ليعيد الزخم للحزب الديمقراطي، فبالتالي فرص حظوظ الحزب الديمقراطي في الانتخابات النصفية القادمة. اعتدنا على أن هناك حديث عن آراء واستفتاء ومسح وأن الديمقراطيين سيتم نجاح، وبالأخير فاجأنا أن ذهبت إلى الجمهوريين. لذلك أجد أن بالعكس ممكن أن يكون هناك حظوة أكثر إلى الجمهوريين، ولا أتوقع أن الديمقراطيين هم من سيتفوقون على الجمهوريين. ليش؟ لأن ممكن أنهم ينجحون في الإعلام، يسيطرون على بعض الجهات، ولكن أمريكا لا تحكم من شخص واحد ولا تحكم من جهة واحدة. أمريكا هناك تحكم من مجلس الشيوخ، هناك والبنتاغون، هناك البيت الأبيض، إذن هناك أكثر من رأس في أمريكا، فلا أتوقع أن هذا يعني ممكن الديمقراطيين سيحالفهم الحظ. نعم، دعونا ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم اخترناه من صحيفة الشرق الأوسط بعنوان لا مفاجآت في الشرق الأوسط. تحت هذا العنوان يكتب عبد المنعم سعيد: معركة سوريا على وشك أن تصل إلى نهايتها بعد معركة إدلب، فهل تكون المفاجأة هي أنه في إدلب لا تنتهي الحرب وإنما تطول أو تحصل على نفس آخر يطيلها فترة إضافية؟ الموضوع كله ربما لا يتوقف لا على الحرس الثوري ولا على سوريا ولا حتى إسرائيل، فليس مستبعدا أن الأمر سوف يتوقف كله على المفاجأة التي سوف تأتي من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فإذا فاز الديمقراطيون باكتساح كما يتمنون فإن المفاجأة سوف تعني أن ترامب ربما لن يكون له فترة ثانية وأن تعود أيام العولمة إلى سيرتها الطيبة الأولى، لكن المفاجأة ربما تكون مقلوبة فيفوز الجمهوريون أو تكون هزائمهم لا تخل بتوازن القوى الحالية، ولا شك أن ذلك سوف يصيب وسائل الإعلام الأمريكية في نيويورك بالجنون بعد أن باتت تعد الأيام على بقاء دونالد ترامب في البيت الأبيض. بالطبع من الممكن أن تكون المفاجأة لا تحدث مفاجآت على الإطلاق وتبقى الأمور على ما هي عليه، سواء فيما يخص الشرق الأوسط أو أمريكا أو حتى أوروبا أو العالم كله. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم اخترناه من صحيفة الحياة ويتحدث عن اتفاقية أوسلو. يعني اتفاقية السلام نحن نعرف أنها إذا يتفاوض الفلسطينيين مباشرة مع الإسرائيليين هذا كان أكبر خطأ ممكن. ليش؟ لأن ما دخلوا الأمم المتحدة في هذا الموضوع، لذلك أتوقع أن أوسلو يعني هي في غرق، إذن ستغرق أكثر من لأن لا وجود إلى الآن. وفي ظل الحديث عن صفقة القرن لم يعد هناك اتفاقية أوسلو. نعم. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من منشئة الصحافة. أشكر ضيفتي الدكتورة استقلال العزمي أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الخليجية بمملكة البحرين، وأشكركم على كرم المتابعة. في أمان الله.